طرى علي القريات اي واحد من الشباب، جينا مجال الشعر والشيلات ويطري عليك اسم القريات، يطرى عليكم قصيده اللي انتشرت وشقه خام اللي هي اقلعت الطايره ورفعتنا لا حقت ابو مطرود. ابو مطرود ايه ايش يقول؟ والله انا اخاف اني ماني حافظها كلها، لكن يقول ودعت ناجح ودعت من مطار قريات يوم ركبونا الطائرة وشلعتنا لفت ودارت وامرجت بين لحظات، لولا كراسي ومحازم رمتنا طروبنا حمراء عربي خواجات صغرى عيون وجيهم هولتنا. جانا مضيف قال وش في خدمات؟ قلت انزلون نبطونا موجعتنا تكفى تشهد يا فهد وقرى الآيات. الموت جانا والظروف اجبرتنا اول اشوف الغيم فوق السماوات، واليوم اشوفه يا فهد من تحتنا اول اشوف الغيم فوق السماوات، واليوم اشوفه يا فهد من تحتنا. عز الله اني ما حسبت الحسابات، والله ترى سيارتي موصلتنا يزين ممشى الارض لو هي مسافات، لنا بشعيب مجهزين قهوتنا واش جابني للطائرة والمطارات، والله معود ركوبها ان نزلتنا لو تنفجر قامت تذيع المحطات، راح عاد دور قشنا معجثنا. الله اكبر. سلام يا سلام. الشاعر ذا مسي عليه بالخير، الله يمسيه بالخير وجزل، وانتشرت القصيده هذه.